السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة يلا نتعلم إنجليش، مس هام رضوان. النهاردة إن شاء الله راح ناخد منهج كانت 2 برايمري 2 فيرست ترم، منهج الصف الثاني الابتدائي الترم الأول. راح ناخد يونت 1 ليسون 4. يونت 1 طبعا يا ولاد التايتل بتاعها ميت ماي فاميلي، قابل أو تعرف على عائلتي، وتعرفنا على أفراد العائلة والأسماء بتاعتهم. أوكي، هنا هناخد ليسون 4 فونكس. الفونكس اللي هي الصوتيات. احنا عارفين يا ولاد ان في فرق بين صوت الحرف واسم الحرف، اوكي، وفي بعض الاصوات بتبقى ايه مركبه. يعني احنا عندنا حرف السي فور اكزامبل اللي هو الساوند بتاعه سي، لتر سي، سي اور كي، زي كات. يبقى هنا لتر سي يتنطق زي كي، كات. عندنا سينما، اوكي، يبقى في فرق بين صوت الحرف واسم الحرف. طبعا هنا عندنا سي اتش او حرف الحروف السي اتش بتدينا الصوت تش، ده صوت مركب. صوت ايه مركب؟ يعني بيتكون من حرفين مع بعض، تش، يبقى سي اتش تش. فور اكزامبل children، children اطفال، chicken، chicken دجاج، chips، chips بطاطس، chips او رقائق البطاطس، chips، peach، peach، peach شاطئ. اوكي، يبقى هنا يا ولاد السي اتش ده ساوند او صوت مركب بيدينا تش تش تش. اوكي، هنا عندنا ليتر اي، ليتر اي الصوت بتاع اي. طبعا هنا صوت الاي هنا شورت ساوند او صوت قصير زي تشيبس، تشيبس، تشيكن، تشيكن، تشايلد، 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 مع انها اطفال. اوكي، هنا هناخد مع بعض او نشرح بالتفصيل حرف او الساوند ازاي بيتكتب مع بعض. اوكي، يبقى احنا عارفين ان في فرق بين صوت الحرف واسم الحرف. زي حرف letter C for example الساوند بتاعه K or C، cat، city. اوكي، في بعض الحروف الساوند بتاعها او الصوت بتاعها مركب، الحروف مركبة بتدي ساوند معين او صوت معين. for example عندنا CH، CH هنكتبها مع بعض. هنا هنعملها مجسمة عشان نعرف نكتبها ازاي. طبعا هنا letter C، اوكي، طبعا احنا عارفين يا ولاد اللي هي letter C consonant letter، طبعا حرف ايه؟ حرف ساكن. letter H، وحرف ال H برضو letter H، حرف ال H حرف ايه؟ حرف silent او بتسميه consonant. اوكي، سي اتش. طبعا احنا هنا بنعمل الساوند ده او بنعملها مجسمة عشان تثبت سي اتش. طبعا ايه اللي هو الساوند بتاعها تش تش. بنعمل الكالرز او بنستخدم الالوان يا ولاد، بنستخدم الرسم، ده بيسهل انك تفتكر الساوند وتفتكر الليترز، ليترز والساوند. هنا عندنا سي اتش، طبعا قلنا الساوند بتاعها تش تش تش. هنا الالوان او الكالرز بتساعد اول حاجه ايدك تتعلم تكتب او ترسم، تتحكم في الخطوط بتاعت القلم بتاعك بحيث الليترز او الحروف تبقى منتظمه معاك. اوكي، يبقى هنا الالوان مهمه بتخليك تفتكر الحرف كويس والساوند بتاعه كويس. الحاجه التانية بتعلمك التحكم، ازاي تتحكم في القلم، لانك انت بترسم داخل حدود ايه المجسم اللي انت عامله. ده اللي هو ايه يا ولاد السي اتش. اوكي، قلنا الساوند بتاعها تش تش، نكتب الساوند بتاع اللي هو الليتر سي اتش، ليتر سي اتش. اوكي، طبعا انت مش مطالب تحفظ ايه كتابة الساوند، انت مطالب تحفظ الصوت بس. بس احنا هنا بنديه لان بنديه او بنعرفه لك نوع من انواع اللي هو الزيادة. لكن انت كل اللي بتعرفه او المطلوب منك تعرفه ان السي اتش الساوند بتاعها تش تش. اوكي، طب عايزة طفل شاطر كده او بنوتة شاطرة تقول لي ايه امثلة للسي اتش او كلمات فيها سي اتش خاص بي اللي هو الساوند بتاعها تش. اوكي، يلا نبدأ المباراة. تمام، سي اتش قلنا زي ايه يا ولاد؟ السي اتش احنا عندنا زي child او children. اوكي، children
اللي هو ايه يا ولاد؟ اطفال. اوكي وات ايلس؟ تشيكن. يبقى سي اتش تش 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 تشيكن. اوكي chips c h i p s chips peach قلنا chicken معناها دجاج chips معناها رقائق chips peach شاطئ very good what else عندنا يا ولاد cheese excellent cheese طبعا هنا نكتبها هنا تشيز تشيز يعني جبنة تشيري اكسلنت تشيري حبات الكرز تشوب تشوب بمعنى شريحة اوكي تشين تشين اللي هو ايه يا ولاد ذقن منطقه اللي هو الذقن في الوجه اوكي قلنا تشين هنا children chicken chips peach cheese cherry chop chin اوكي طبعا دي كلها كلمات ب اللي هو عندي peach خوخ يبقى هنا عندنا دي طبعا الكلمات كلها دي كلمات اللي هو سي اتش children chicken chips peach هنا peach peach chin chop cherry اوكي ده اللي هو letter سي اتش letter سي اتش او الساوند بتاعها تش 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 اوكي هنا هندرس مع بعض اللي هو letter I letter I يعني حرف ال I اوكي احنا عارفين ان letter I ده من حرف ايه يا ولاد حروف ال vowels حروف اللي هو المتحركة او الحروف الشديدة هنا letter I هنشوف ازاي بنكتب letter I طبعا هنا هنعمله مجسم برضو نفس الشيء هنا ده بسميه start point او نقطة اللي هو البداية احنا هناخد ازاي نكتب الحرف وايه صوت الحرف وايه الكلمات اللي بتدل على الحرف اوكي هنا I capital هناخد مع بعض I small اوكي طبعا في كورس تأسيس للحروف للي حابب يتابع مع يتابع او يراجعها معانا على صفحة القناة يلا نتعلم انجلش مس هيما رضوان اوكي ده ليتر I ليتر I قلنا ايه الحرف الشقي او حرف اللي هو المتحرك نعمل ايه نلون الحرف كده عشان يبقى شكله حلو letter I قلنا I من حروف يا ولاد اللي هو vowels او الحروف الشجية ليه بسميها vowels او حروف متحركة لان بيختلف الساوند بتاعها من كلمة لاخرى يعني مرة بتيجي short ومرة بتيجي ايه long sound صوت قصير او صوت طويل احنا هنا هنتعرف على short vowels وباقي الوحدات او باقي الدروس ان شاء الله هنتعرف على long sound بتاعت حرف اللي هو او letter I هنا I capital I small I capital طبعا شايفين شكلها I small اللي هي I small طبعا هنا هناخد الفوكابلري او الخاصة ب قلنا ال vowel او ال I ده من ال vowels الحروف المتحركة في بيبقى short sound و long sound احنا هنتعرف هنا على اللي هو short sound فقط زي ايه يا ولاد اخدنا زي chip chips هنا طبعا letter I chips معناها بطاطس chips اوكي chips بطاطس chips كلمات اخدناها chicken دجاج children اطفال عندنا ايه تاني يا ولاد عندنا fig تين
أو فاكهة التين. إنك، إنك اللي هو حبر. أوكي what else عندنا؟ insect very good. insect insect دي يا ولاد معناها إيه؟ حشرة. أوكي what else very good. win win معناها يفوز. pen excellent. pen اللي هي دبوس. lip هنا letter i. lip معناها شفاه. sip سستة. اوكي في ايه تاني يا ولاد عندنا بال i letter i؟ island excellent. i land الاس هنا silent. island معناها جزيرة. اوكي island معناها جزيرة. ايه تاني؟ igloo منزل من الجليد. اوكي what else؟ iguana very good. الاجوانا ده يا ولاد حيوان او حيوان زاحف شبه ايه؟ السحالي، شبه اللي هو شبه الليزرد، بس يسمى ايه؟ اجوانا. حيوان الاجوانا. اوكي من طبعا من الزواحف شبه ايه؟ التماسيح، ده بسميه اجوانا، يبقى حيوان اجوانا. دي كلها يا ولاد الفوكابلري او ممكن تقابلها خاصه بايه؟ ليتر اي. هنا طبعا الشورت اي، اللونج اي ان شاء الله هتلاقوا فيه فلاش كاردز على صفحه القناه على الفيسبوك، عليها الليترز او الحرف، لتر الحرف، وهتلاقوا الكلمات بتاعته سواء كان الحرف ده فاولز متحرك شورت اور لونج. اوكي لو في اي استفسار ممكن تكتبوه على صفحه القناه على الفيسبوك او على الفيديو ان شاء الله. اوكي هناخد مع بعض هنا الاكتيفيتيز. بعد ما تعرفنا على سي اتش وده اور اي الاي، اوكي هنا هناخد اللي هي سايلابلز. سايلابلز يا ولاد يعني معناها مقاطع، مقاطع. ايه مقاطع؟ زي العربي بالظبط، احنا في العربي عندنا في حاجه اسمها مقاطع صوتيه. مقاطع صوتيه يعني كل مجموعه حروف بتنطق مع بعض بسميها مقطع صوتي. ممكن مقطع صوتي يكون من حرف واحد او من كذا حرف، بسميه مقطع صوتي او سايلابلز اللي هي المقاطع الصوتيه. احنا طبعا هنا في الانجليش يا ولاد المقطع الصوتي على الاقل بيبقى فيه one vowels حرف واحد متحرك، فبديه مقطع واحد. ممكن كلمه تكون من كذا حرف بس ايه بتتكون من one syllable. for example chips 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 chips. اوكي فيها كام letters؟ 1 2 3 4 5، لكن انا بقول عليها one syllable صوت واحد بس. peach 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 شاطئ، يبقى ده syllable. هنا طبعا عندنا two syllables. two syllables يعني مقطعين. child train child train child train، يبقى انا هنطق هنا child child train child train child train child train. اوكي chicken 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 chicken. يبقى هنا من two syllables او من مقطعين الحرف او المقطع على الاقل بيبقى فيه one vowels. اوكي هنا هناخد مع بعض طبعا هنا التايم وورك اللي هي هوم وورك تايم اللي هو وقت الواجب، بتكتبه بخط كويس عشان ايه الخط يتحسن وتحفظ الكلمات. هناخد اكتيفيتي ليسن 4 لوك اند سيركل. احنا خلاص عرفنا الكلمات، عرفنا البرونسيشن او النطق بتاعها، ازاي اعرف افرق بين السي اتش تش تش. اوكي هنا عندنا ايه؟ chips children طبعا من الاسم بتاعها chips. chicken peach chicken peach. اوكي peach. number 3 children chips children chips children. number 2 look and complete انظر واكمل. اوكي هنا عندنا peach طبعا C H chicken C H chicken
chips chips letter I. Okay, number three, look choose and write. Look choose and write يعني انظر للكلمة اللي قدام الصورة اللي قدامك، جايب لك فيها اكمل هنشوف الاختيار الصحيح. طبعا دي صورة ايه يا ولاد؟ chicken. قلنا سي اتش الساوند بتاعها تش تش، دبل اس اتش ش. اوكي هنا عندنا chicken سي اتش، peach سي اتش، child letter I child child. اوكي number 4 connect and write. connect and write هنا sound اللي هو sentence child sorry chips. اوكي هنا letter number 2 صورة ايه دي ولاد؟ اطفال children children chicken chicken c h i c k a n chicken. okay number 5 read and match. هنا عندنا chicken peach children. عايز اوصل احنا خدنا اللي هو السايلابلز او المقاطع الصوتيه، وان الكلمه بتتكون من مقطع او اكثر من مقطع، وان المقطع على الاقل بيبقى فيه ايه one vowels او حرف متحرك واحد. هنا طبعا جايب ايه؟ جايب امثله على اللي هو one syllables chicken. اوكي one syllables sorry chicken two syllables sorry chicken two syllables peach peach اللي هي one syllables. اوكي children two syllables. طبعا هنا sorry هنا chicken two syllables peach one syllable children two syllables. اوكي طبعا هنا دي خطا سوري عذرا. copy the following يعني انسخ الجمله الاتيه. اوكي children eat chicken and chips on the beach. children eat chicken and chips on the beach يعني الاطفال بياكلوا دجاج وشيبسي على ايه؟ على الشاطئ. اوكي وبكده يكون خلصنا ليسون 4 مع بعض. لو في اي استفسار اكتبوه على صفحه القناه على الفيسبوك او تكتبوه على الفيديو كومنت على الفيديو. يا ريت لايك وشير للفيديو سبسكرايب للقناه لكل يستفيد. ثانك يو اند جود باي مس هام رضوان.